نتقدم بالتهاني للشعب الجزائري كله، لإخواننا اللي حجاج معنا، ولكن لإخواننا كذلك اللي هم في الجزائر طالبين من رب سبحانه وتعالى أن تكون السنة القادمة سنة وبلدنا في أمن وأمان ونمو أكثر. صح، عيد كل المسلمين، كمن عيد مبارك إن شاء الله، الصحة والعافية. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وحج مبرور لكل الشعب اللي حج هنا في مكة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير والأهل إن شاء الله. قدم تحياتي لبنياتي في البويرة بمدينة عين بسام، خاصة وليدي ثاني رباح وبنت بنتي وكل الشعب الجزائري. بعيد عدينا الحج لبس علينا، ونحمد الله ونشكره، نهدي هذا العيد لكل عائلة تاعي. تهانينا الخاصة لأبنائنا وأهلنا وأولادنا جميعا.